التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي وتحسين بيئة الاستثمار. هذا وشهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد الوطني، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وتوقع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زعيمين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه سيعقد اليوم اجتماعا عن بعد مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مصطفى كيه والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك لبحث الوضع في السودان وضرورة وقف الحرب الدائرة بالبلاد. وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال أبو الغيط أن ذلك يأتي في إطار عمل دولي إقليمي منسق لإيصال رسائل واضحة بضرورة وقف الحرب الدائرة في السودان فورا. كما بحث أبو الغيط هاتفيا مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الأزمة في السودان، بخاصة الوضع الإنساني الخطير جراء الاشتباكات الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية بذل جهد مشترك للمطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وفعال لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين. أعلنت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر للجمهورية اليمنية إثر حادث التدافع المأساوي الذي شهدته مدينة صنعاء مخلفا المئات من الضحايا والمصابين. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشددا على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق في هذا الظرف الأليم. تنظم جمعية رسالة للعمل الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مبادرتها السنوية يوم الكساء، والتي شهدت في شهر رمضان هذا العام توزيع أكثر من 500 ألف قطعة ملابس على الأسر في 48 معرضا للملابس في أكثر من 22 محافظة بمشاركة أكثر من 19 ألف متطوع، حيث تنظم الجمعية عددا هائلا من المعارض المجانية ومعارض بأجور رمزية طوال العام، وذلك بهدف توفير ملابس مناسبة لعدد كبير من الأسر ورسم الفرحة والبسمة على وجوههم والمعارض المجانية، وذلك خلال عيد الفطر المبارك. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل قريبا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية. من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بأن حزمة المساعدات الأمنية ستتضمن المزيد من الذخيرة لصواريخ من طراز هيمارس وطلقات المدفعية، بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة ومركبات الدعم اللوجستي ودعم الصيانة. أكد أيضا بلينكين بأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من شأنها أن تمكن كييف من الاستمرار في الدفاع عن نفسها بشجاعة في مواجهة العملية العسكرية الروسية غير المبررة على حد وصفه،
مشددا على مواصلة وقوف بلاده مع أوكرانيا ودعمها لمواجهة الحرب الروسية المستمرة. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، وعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.